للمزيد نرحب معنا من القاهرة عبر تطبيق زوم بالدكتور عبد النبي عبد المطلب، وهو خبير اقتصادي ومستشار سابق لوزير التموين المصري. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. إذن مستويات خطيرة لانعدام الأمن الغذائي سجلت في دول عدة حول العالم، ولأسباب عدة ربما من أبرزها ومن آخرها الحرب الروسية على أوكرانيا، ومصر معنية بهذه الأزمة. اليوم كيف يمكن تقييم مستويات ومؤشرات انعدام الأمن الغذائي في مصر؟ خلينا بس يعني نوصف المشكله بشكل حقيقي. مشكله امن غذائي موجوده في مصر، هذا غير صحيح. لكن المشكله موجوده في ارتفاع الاسعار وسوء اداره الموارد الاقتصاديه الموجوده في مصر. يعني مصر كان لديها ارتفاع الكثير من الأسعار الموارد يؤدي إلى لكنها انعدام الأمن الغذائي عند شريحة واسعة من المواطنين ولا سيما الفقراء، أليس كذلك؟ لا، لكن هي المشكله ان الدوله اتخذت مجموعه من الاجراءات السلبيه السيئه التي ادت الى مشاكل في الامن الغذائي. هذه المشاكل كان وقف واردات العلف، ومن هنا قضت على جزء كبير جدا من صناعه الدواجن وجزء من صناعه اللحوم الحمراء. هذا التصرف ادى الى نقص منتجات الالبان، نقص البيض وغيره من منتجات كثيره جدا. ايضا عندما قامت بتصدير جزء من الخضروات، جزء كبير وفي مقدمته البصل، ارتفعت الاسعار بالمقارنه بنفس هذه الفتره من العام الماضي بنسبه تزيد عن يعني 1000%، يعني 10 أضعاف. فالمشكلة في مصر ليست مشكلة أمن غذائي، يعني عدم توافر الغذاء كما هو موجود في بعض الدول الأخرى، لكن هو عدم إدارة الموارد بشكل جيد. مصر يعني لديها اكتفاء ذاتي مثلا من الأرز، لديها اكتفاء ذاتي يصل إلى 60% من القمح، ويمكن تعويض الفجوة من خلال التوسع قليلا في زراعة الذرة وخلط رغيف الخبز، يعني مكون نعم من طيب. القمح والذرة، بالإضافة إلى أمور أخرى. لكن ورغم ذلك المشكلة دكتور ليست في عبد انعدام امن النبي، هناك مصادر تفضلي. داخلية ويعني دراسات أكاديمية تؤكد أن هناك شريحة كبيرة من المصريين غير قادرة على تأمين غذاء متوازن أو حتى الحد الأدنى من السعرات الحرارية، وحتى أن هذه الجهات التي تقوم بهذه الدراسات تحذر من إمكانية توصل إلى انعدام الأمن الغذائي الفعلي والحقيقي بكافة مؤشراته بغضون عام 2050. ما الذي قد يعنيه ذلك برأيك على المستوى القومي وعلى صعيد الفرد كذلك؟ يعني بالتأكيد هو بيمثل مشكلة كبيرة سواء للدولة نفسها أو حتى للمواطنين، وليس للفقراء فقط. يعني واضح أن أكثر الأسعار اكتوى بها حتى الطبقة المتوسطة وحتى الشريحة الدنيا من الطبقة العليا، يعني البعض الكثير يشكو. لكن ما أردت أن أؤكد عليه أن الخطأ ليس في عدم التوافر، يعني عدم توافر المنتجات، لكن في إدارة خاطئة وسيئة لملف الأمن الغذائي. بالتأكيد إذا استمرت هذه السياسة الخاطئة فبالتأكيد سوف تزيد معاناة الفقراء من الجوع. قد نشهد ما يعني شيء لم تشهده مصر من قبل، وهو يعني انتشار الجوع بشكل يؤدي إلى ما عنه في التاريخ من الشدة المستنصرية وغيره. لكن الحلول المطلوبة لمشكلة الأمن الغذائي الحالية هي بسيطة، يعني بعض الرشد الاقتصادي لا أكثر، تعديل سياسات الواردات التي منعت استيراد الأعلاف، منع تصدير بعض المنتجات المهمة التي يحتاجها السوق المصري، هل وبذلك هذا يمكن يعني بالفعل يعني ألا نصل كفيل إلى ويمكن أن المشكلة. يحل هذه المشكلة؟ لأننا نتحدث عن تضخم كبير وعن ارتفاع الأسعار، وأيضا هناك انتقاد كبير ومن أكثر من جهة للسياسات الاقتصادية القائمة والمتعلقة بالزراعة، يقال إنها أخفقت بشكل كبير وأدت إلى تعميق هذه المشكلة الاجتماعية الاقتصادية. لا، يعني هو للاسف الشديد هي السياسات الخاطئه هي التي قادت الى ذلك كله. يعني عندما نتحدث عن يعني هنا أسأل عن نقص السياسات الخاطئة البذور المتعلقة ونقص بالسياسات المبيدات، الزراعية سيد عبد النبي. ليست زراعه، ليست متعلقه بالزراعه، لكن هي سياسات متعلقه بالسياسات الماليه والسياسات النقديه. عندما تم تقييد الاستيراد لم يكن هناك امكانيه لاستيراد البذور بشكل جيد، لم يكن هناك امكانيه لاستيراد المبيدات، وهذا امر مهم جدا. هناك جزء من مستلزمات الانتاج لم تتمكن لا الشركات ولا الدوله من توفيره نتيجه سياسات ماليه ونقديه خاطئه. اما السياسات الزراعيه المساله حتى الان لم تصل الى المشاكل، الارض ما زالت موجوده والمياه ما زالت موجوده والفلاح ما نعم، زال ولكن هناك موجود، تخوف من لكن عدم شح توفير في مستلزمات المياه، الانتاج. وهذا النظام
الاقتصادي لكن القائم على التجارة يبدو أنه هذا لا يؤتي أكله. إن كانت الإمدادات الغذائية مؤمنة في مصر يعني على المستوى القومي، إلا أن هناك شريحة كبيرة من الفقراء غير قادرة على تأمين المواد الغذائية الأساسية، لأن هذا النهج بحد ذاته يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. هذه هي النقطة التي يجب أن نناقشها في ملف الأمن الغذائي، أن السياسات الخاطئة أدت إلى توقف عدد كبير من المصانع والمزارع، زيادة أعداد البطالة، وبالتالي لم يكن هناك دخول لدى يعني زيادة أعداد الفقراء وعدم قدرتهم على توافر القوى الشرائية المطلوبة للحصول على احتياجات. هذه هي النقطة الخطيرة في ملف سياسات الأمن الغذائي. لكن عندما نتحدث عن توفير الغذاء، يعني في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، إذا منعت الهند توريد الأرز، دول كثيره جدا من دول العالم لن يعني سوف يكون عندها مشكله في الامن الغذائي، لكن في مصر لديها يعني اكتفاء ذاتي من الارز، حتى في مساله القمح والتي وهذا ما يعني نقوله تمتلك فيه مصر يا دكتور عبد اكتفاء النبي، ذاتي. يعني هذا ما أقوله، يعني الغذاء يبقى متوفر نتحدث ولكن عن هناك سياسات مشكلة في ماليه الحصول ومصريه عليه في خاطئه شرائه، وليست سياسات لأن زراعيه. شريحة الفقراء تتوسع في البلاد. إذن ألا تعتقد أنه يجب انتهاج سياسات أخرى متعلقة بالزراعة، دعم المزارعين، تحسين الإنتاجية بشكل يضمن حقوق صغار المزارعين وأيضا يضمن إمكانية الفقراء في شراء الغذاء الحد الأدنى منه على الأقل؟ يعني هذه السياسات لا احد يعترض عليها، لكن بنقول ان المشكله حتى لو تم سياسات لدعم المزارعين، حتى لو عدنا مره اخرى الى الدوره الزراعيه، في ظل عدم توافر مستلزمات الانتاج نتيجه سياسات ماليه ونقديه خاطئه، لن يكون هناك اي تقدم. يعني يجب ان نبحث عن المشكله الاساسيه. المشكله طيب الاساسيه كانت سياسات تقييد الواردات ومنع وصول التقاوي والمبيدات الى المزارعين. ومن هنا بل هناك بقى يعني كان هذا في مجال الزراعه والصناعه، ادى الى زياده المتعطلين على العمل، ومن هنا زاد زي ما حضرتك قلتي زادت عدد الفقراء وعدم قدرتهم على الحصول على احتياجاتهم اليوميه او احتياجاتهم الضروريه. نعم فاذا اردنا ان يعني نعالج هذا الملف، يجب ان نعالج السياسات الماليه والنقديه الخاطئه. لكن طبعا انا متفق معاك كل ما قلتيه حول ان تكون هناك سياسات زراعيه اكثر رشدا واكثر تطور وتستخدم نعم التكنولوجيا من اجل تقليل الفقر شكرا والهادر في هذه نعم المحاصيل. جزيل الشكر لك سيد عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لوزير التموين المصري.